الدور البديل اهم من دور اللاعب الاساسي طبعا في وقت من الاوقات. تكسبني بقول لك وليد سليمان كان في وقت من الاوقات بينزل يكسب الفريق. ابو تريكا في وقت من الاوقات ابو تريكا غيره يعني لعيبه كتير جدا، فدور البديل ده مهم جدا جده في بطوله الامم الافريقيه. بالظبط كده. طيب عشان بس اقدر اخد وقتنا في ان احنا نتكلم عن الزمالك بكره، اخد بس تقييماتكم للاعبي النادي الاهلي بالامس. الحقيقه بدايه من مصطفى شوبير، تدي له كابتن ابو الدهب بكام امبارح؟ ياخد 7. 7 من 10 ماشي. 7.5. 7.5. هاني 8. 6 ماشي. عبد المنعم يا كابتن ياخد 9 ماشي. لا التصرف، لو مش التصرف ده كنت اديته 10. هو ساعات بص. يعني لو مش التصرف لا انا بتكلم لا بص يعني انت القصد واحد من عبد المنعم عشان التصرف. لا في فرق بين ادائه في الملعب والتصرف اللي عمله. لكن خلي بالك التصرف وده انا بقوله. بص انت نقصت واحد اهو، انت بتقول وده شغل خالد بيب لازم يقعد معاه ويقيمه، ده مش عيب. تمام. 7 عشان تصرف برضو اديته 7. لا عشان كورتين الكره الهدف الجي مش كانش ماسك كويس، بس مش هو اللي كان رامي تقريبا اللي كان مع اللعيب. انا شايف في الحته دي تمام. طيب رامي ربيعه كابتن احمد 7 برضو. كابتن ابو الدهب انا اخد 7. معلول كابتن ابو الدهب 7. 8. اكرم توفيق 10. 8. كوكا كابتن ياخد 7. 8. سليه 6. 7. بيرستاو كابتن 6. 7. وسام ياخد 8. 8. طب احنا ماشي. احمد عبد القادر عشان الصورة، احمد عبد القادر ياخد 9. 9. 8. طيب وسام ابو علي كابتن قلت 7؟ لا انا قلت 8. 8 وانا قلت 8. 8. امام عاشور ياخد 5. اي كابتن 5. طبعا كهربا لا ما لحقوش نزل في دقيقه 89. ايضا متولي نزل في دقيقه 10 دقيقه. تديهم كام؟ طيب كهربا اديله 4 ومتولي برضو 4 كابتن ما لحقوش. طيب تدي كولر للاداره امبارح للمباراه؟ امبارح اديله 8 من 10. 10 من 10. 10 من 10. طيب فرحنا امبارح اكيد.